السلام عليكم ورحمة الله، كديرين؟ بخير هانين. ايوا الشراكين في مدينة طنجة، الشراكين في مدينة طنجة، الخير موجود تبارك الله. وشوف سبحان الله العظيم، دابا الصيف والشتا، وكان هاد الشتا ما مزيناش للفلاحة، هادي بحال هاد الشتا هادي كتكرفص الفلاحة. هاد الشتا كاع الفلاحة كتحرق. ايوا راه البارح صبات الشتا، البارح صبات الشتا تكرفص شويه بالقطره، تقعد حويجات كلشي فازق، حويجات كلشي فزق ليا انايا، ولكن عقبت فقت هربت من الشتا. علاش؟ عقب جريت السداري بعتهم للحيط، السداري بعتهم للحيط، على السداري بعتهم للحيط حنت الشتاكينة. الماء يا أخي العزيز، هذا الماء يا أخي العزيز، خلي الماء للبراكة. هاكاك شي وحدين كيقول لك الناس راه دبروا عليك، علاش اللي ما مشيتيش تكري؟ علاش اللي ما مشيتيش تكري؟ يا ودي راه داكشي اللي دبروا عليه الناس، يلاه يقدك عم صراوف ماكله و داكشي اللي سيطوني الناس، راه قاع دورنا مع الناس، الناس راه دبروا عليا الله يرحم ليهم الوالدين، ولكن انا راه دبرت على الناس، ما خصنيش نقول هاد الهضره هادي. انا تقريبا كنت فرقت شي 26000 ولا شي 30000 ريال اللي فرقت ديال الفلوس، شي 30000 ريال ولا شي 26000 ريال انا اللي فرقت. القطره كتكثر البراكه. هاني عادي مزيان، الشتا انا عزيزه عليا، شي والله ما تبات ناعس وسط الشتا، والله ما تبات ناعس بحال ما كان مكرفص، شتبات كاع هكا مكرفص عاديه هانيه. لا داكشي عادي الله سبحانه. وكاين واحد المشكل، هذاك الزروالي، هذاك الزروالي بترجليت، الزروالي بترجليت ما نكذبش عليكم، كان داز عبد الرمداني و وهذا الزروالي ما عرفتش قال لي شي حاجه الرمداني عليا، ويقول لي الزروالي قال لي ولدي داك علال بيتين نشوفو، بيتين النمره ديالو باغي نشوفو. مني سمعتو انا قال هذيك الكلمه، قلت هذا السيد واخا هكاك مني سول عليا، راه سيد مزيان وثقه في النفس وسيد شريف، قلت لي هذا السيد مني سول عليا راه صالح. ولكن في نفس المشكل بقيت نتبع لي صور ديالو، بقيت نتبع لي صور ديالو، كنتفرج في الفيديوهات ديالو، واحد النهار شفتونا في واحد الفيديو، كانوا كاينو رمضان، كاينو رمضان هو يمشي للموقف، كتعرفوا دابا الموقف كيكونوا فيه الخدامة مساكن، دوك كيكونوا هازين كلو هاز الزبالة ديالو، علاش كلو هاز الزبالة ديالو؟ معروفين كيشارجيو الرملة ولا الكياس، معروفين. كاينين تقريبا شي نقول لك شي 6 الناس اللي واقفين تما، نقول لك شي 6 ولا 5 ولا 7 الناس، ما بقيتش راد الفيديو، الفيديو تفرج فيه شحال هذا بزاف. مشى وصل عليهم قال لهم واش باغيين تخدموا؟ قال لي اه، وكان قال لهم جورني 30 درهم في النهار، قال لي نمشيو معاك. علاش مساكن هذوك الناس هما قالوا لي نمشيو معاك واخا ب 30 درهم نمشيو نخدموا معاك؟ علاش؟
حنت رمضان وعدهم الوليدات مساكن، قالوا الله ما ديك 30 درهم ولا بلاش. حنت الموقف دابا كاين النهار اللي كيخدم بنادم، كاين النهار اللي ما كيخدمش، كاين النهار اللي يجيب الله وكاين النهار اللي ما كيجيبش الله. كاين مره كتكون محركه الخدمه ومره كتكون عيانه الخدمه. ايوا كما قلت لكم مشاو مع سيدي قال لهم تبعوني، تبعوا هو شاد التليفون ديالو كيصور ولا كاميرا ولا الله اعلم، وما عنيه مساكن، قال لهم تبعوني. الناس غاديين تابعين، هو غادي هو يمشي يدخل لواحد الهري، هري كبير. اش خدا ليهم؟ خدا ليهم كما قلتي داكشي ديال السكر، كل حاجه من يمكن السكر اي شي حاجه، كل حاجه يمكن اي شي حاجه قليله السلعه، خدا لهم شي حاجه السكر وشي حاجه الزيت. المهم عمر لهم واحد الكفيفات، كل واحد عمر لي الكفيفه ديالو، كل واحد اسيدي عمر لي الكفيفه ديالو. ولكن المشكل من يعمر لهم الكفيفه ديالهم مدبر عليهم، عطاهم تقريبا شي 100 درهم للواحد، عطاهم شي 100 درهم للواحد. اخي يوسف الزروادي راه ماشي ترجليه هذيك تعطيهم 100 درهم للواحد قدام الامه، ما خصكش تعطيهم 100 درهم للواحد، خصك لو بغيت تعطيهم بينك وبينهم ومع الله سبحانه ترجليه. وانا كاكو خش داكشي بقى فيا الحال بتا رجليت، علاش شراهم 100 درهم لواحد وشحال يخسر عليهم كاع في القفه؟ تقريبا 15000 فرانك لواحد، تقريبا كاع 25000 فرانك كاع ولا 20000 فرانك اللي خسر عليهم. لا راه ماشي تا رجليت هي هذيك، بتا رجليت تا رجليت. خاص الناس كيديروا فيك ثقه، جمعيات ومحسنين كيديروا فيك ثقه بتا رجليت. خاص هذوك الفلوس اللي كيعطيوك اي واحد اللي كتعطيه، اي واحد مسكين ولا اي وحده ما في حالات كتعطيها، خاصك كتصور الفلوس بين شحال عطيتيها وشحال خسرتي على ديال السلعه، وكتقيد داكشي في الوراق، كتقيد داكشي، كتقيد المعلومات وشحال عطيتيها، وكتقيد المعلومات والناس راه متابعينك من على برا، داكشي اللي كتقيدهم راه كيقيدوه. ومن بعد ملي كتفرق ديك البركه اللي عطاوك الناس، راه الناس كتحاسب معاهم، كتحاسب مع ديك الجمعيه شحال عطيتو انتما، شحال ديال الفلوس اللي صدقنا على الناس اللي تعاوننا معاهم، وهل اللي شاط ولا لا راه ما شاط والو، باش عاوتاني الناس يعطيوك عاوتاني. وانت وسط الناس في المثال تمشي تعطيهم كاع 200 درهم لواحد وما شحال من مليون ضارب على دارهم، ايوا راه حشومه. وفي الاخر قالوا لي راه كيقلبوا عليه، راه كيقلب عليه المخزن شحال هذا، قالوا لي راه كيقلب عليه المخزن. وكنت درت واحد الفيديو عليه، ولكن ما كنت هضرت عليه، ولكن ما كنتسوقنيش بنادم، ما تسوقنيش بنادم. حتى دابا ديما تعاوتيني قالوا لي يا ودي راه الزروالي راه مشدود، يوسف الزروالي راه مشدود، صابو قالوا لي راه نصاب. يا ماشي ترجليت بحال هكاك، يا ترجليت. انا هذه الرساله هذه كنديرها للمحسنين والناس الجمعيات، الله يرحم لكم الوالدين، اللي بغى يصدق شي حاجه ولا اللي بغى يعطي شي حاجه ولا اللي بغى يدير شي خير يعطيه بيدو، يوقف على رزقه بيدو، يعطي داك الشيء يفرقوا على الناس بيدو. عدو الطومبيله ديالو راه يدور بالطومبيله ديالو ويفرق على الدراوش، ما عدوش الطومبيله ديالو راه كاين طاكسيات، كاين طومبيلات الكرا، كاين بزاف يدور. حتى انا كيما قلت لكم المحسنين والجمعيات كاع اللي بغى يعطي شي حاجه خصو يعطيها بيدو، الا ما عطيتي شي حاجه بيدك راه ما كتوصلش الامانه للناس، كتر جليت شي حاجه كتوصل لهم شي حاجه ما كتوصل لهمش. ولينا هاد الهضره اللي كنقول انا كتر جليت راه ماشي على الزروالي، راه ماشي على الزروالي، راه منهم عادات ديال الناس ديال المحسنين، ومنهم عادات ديال الجمعيات، ومنهم عادات ديال الرجال كيهديو فلوس صحيحه لشي وحدين كيديروا فيهم الثقه، ولكن في الحقيقه هذيك الفلوس ما كيتوصلوش بها الدراوش.
شكون هذيك الفلوس اللي كيتصرف عليها كيتصرفوا عليها كيتصرفوا عليها اش غادي نقول لك كيتصرفوا على شي وحدين ولا كان لا سمح عليهم لا في الدنيا ولا في الاخره لا سمح عليهم لا في الدنيا ولا في الاخره لا سمح عليهم لا في الدنيا ولا في الاخره هو كما قلت لكم المشكل دابا انتم كما كتشوفوا كما كتشوفوا تبارك الله الشتاء كما كتشوفوا تبارك الله الشتاء الخير ديال الله سبحانه هتشوفوا الخير ديال الله سبحانه شوفوا الشتاء الدنيا كي كتبان لكم هذيك المدينة طنجة نشوف طنجة ما كتبانش تبارك الله الشتاء الشتاء غطات الدنيا ثم كما كتشوفوا لبني المدينة ما بقاتش كتبان شوفوا الشتاء تبارك الله اش كدير هنا في مدينة طنجة مدينة طنجة هذه شوف الشتاء تبارك الله شوف الدنيا كي كدير في الشتاء هافو الدنيا تبارك الله كي دايره بالشتا سبحان الله العظيم ايوا راه هنا فين قال لك ما بقات قيمه لخلاقو تحرقو طار حراقو يا سفينة فين غاديه بينا وما يرتاحوا وحنا في المحنه حتى لين وحنا صابرين ما بقات قيمه لخلاقو تحرقو طار حراقو واد وادي يا سيدي والعيون عينية والسقية الحمراء ليا كيف طوير طار اللي ما عدو كار الله ربي مولاي الله سيدي تورة تورة باش موارد بيها قال لك ما همونيش الحيوط إلى رابو إلى رابو الحيوط كل يبني دارو هموني الرجال اللي ضاعوا قال لك هاي هات هاي هات العبرة غلات ولاد الحرام قوات يا سفينة يا سفينة فين غادي يا بينا هما يرتاحوا وحنا في المحنة حتى لين وحنا صابرين ما بقات قيمه لخلاقو تحرقو طار حراقو وتامن هو باز وداروه في القفاز في الحقيقه تقال اي واحد مشدود في الحبس في شي جن كما كنقولوا حنا شي جن المدني اي واحد مشدود في الحبس الله يطلق سراحه والله يعفو عليه اي واحد مشدود في الحبس الله يطلق سراحه والله يعفو عليه كنشكر الناس ديال فاس وديال مكناس والناس ديال عين عيشه تاونات الناس ديال باب براد الساكن هادو كنشكرهم كاملين كنشكر الناس ديال وجدة كنشكر الناس ديال قنيطرة المهم كلهم خوتي المغاربة كاملين كنشكرهم كاملين كنشكر الناس ديال الصحراء كنشكر الناس ديال الرشيدية كنشكر الشلوح شلوحة الأطلس شلوحة الريف كنشكرهم كاملين كنشكر الرجال ديال الروافه والناس ديال طنجه كنشكر الناس ديال الرينكو ديال مارتيل حسيمه المهم كلهم خوتي المغاربه كاملين داخل المغرب وخارج المغرب كنشكرهم كاملين وفي الحقيقه وفي الحقيقه تقال كما كنقولها ديما الله يقتلنا مع الرجال
ماشي مقشور الدنجال. حين قال لك الجلسة مع الرجال نزاها، والجلسة مع الرعاوين مفرقة ترجيه. وكيقول لك في المثال الله إلا عاطيك الهيبة، الله سبحانه إلا عاطيك الهيبة شي حاجة، كيقول لك اللي زين في وجهه راه يهضر معاه وريح ده، واللي خايف في وجهه راه يبعد منه. حنا كيكون خايف في وجهه كيتسيف. حنت الراجل بيني وبينكم، الراجل خصو كي تشوفو اليوم كي تشوفو غدا، ماشي بنادم اليوم تشوفو في واحد المشية وغدا تلقاه كيتبدل في مشية أخرى. ماشي راجل هذاك، هذاك يتسمى رعواني. هذاك الراجل كيما قلت لكم هو كي تشوفو اليوم كي تشوفو غدا. وفي الحقيقة الراجل هو اللي كيكون يحشم من الرجال، الراجل هو اللي كيكون يحشم من الرجال، والراجل هو اللي كيكون يحشم تم من دوك ولاد الحرام حاشاكم اللي ما كيحشموش من الرجال، تا هما يحشم منهم، يحضر ما يشوفش فيهم، يحضر عينه بحال ماك. انا الزلمه يحضر عينه بحال ماك، حتى انا كنعرف بنادم راجل ما يحضيش بنادم وما يبقاش يشوف بنادم بحال ماك. خصو يديها في العقليه ديالو، يديها في العقليه ديالو، لانه علاش الارواح ما مقادين، شو بنادم ما مقادش، كلها العقليه ديالو، كلها العقليه ديالو. حنت راه قالها بلال، قال لك عنده ما تحسدش، قال لك عنده ما تحسدش، قال لي عنده ما تحسدش، قال لي هذاك الجيعان نسى كيف اللي كان، وقال لك ما تهمنيش بالدار اللي بانيها بالريش، الدار راك بانيها بالريش، قال لي ما تهمنيش بالدار راك بانيها بالريش. يلا تهلاو في راسكم، بارطاجيو هاد الفيديو، الله يسهل عليكم في الدنيا وفي الاخره. واحد نهار قال لي صورنا شي حاجه مزيان، انت مصورنا على الضباب والدخان الفوق السما، حتى لما صورت لك شي شي غنصور لك. شوف الدنيا كتبان لك، الدنيا كتبان لك كتخلع، علاش كتبان لك الدنيا كتخلع؟ كتبان لك الدنيا صامته، بحال الدنيا صامته. شوف كيبان لك الضباب كحل كحال وبيض الدنيا، فهمتيني؟ علاش الدنيا ما بقى فيها ما يتعجب، الدنيا ما بقى فيها ما يتعجب. بحال كيما قلتي شي كوره، شي كوره بحال القمر الصناعي كدور، الدنيا كدور، يعني الدنيا كدور. والفلك ما هو صمار يا صاحبي، ونوصيك ديما كون صبار. يلا تهلاو في راسكم، الله يخليكم ديما زوينين. تحية للرجال وتحية نضالية للعيالات الفحلات والحادقات اللي كيشوفوا لماتهم ولباتهم. كنشكركم وكنشكر لكم بناتكم والوليدات ديولكم، كنشكروا الرجال داخل المغرب وخارج المغرب.